بونجور مي شيغ زيليف، في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معاكم لي زيفينمون ولا الاحداث اللي كاينين في لو بروميير شابيتر ديال لا بواط ميرفاي. في البدايه لو ناراتور سو سون دو لا سوليتود، الى ديسيدي دو سو سوفونير دو سون باسي وي الى سيزون. في الاول الراوي سيدي محمد شعر بالوحده والملل وقرر باش يسترجع الماضي ملي كانت عنده 6 سنوات. اجنا هو الهدف ديالو ملي استرجع الذكريات ديالو ديال الماضي، هو لاجل القضاء على الوحده والروتين اللي كان عنده في الحياه ديالو. من بعد هاد الحدث عندنا لا ديسكريبسيون دو دار شوافا اي سي ريتويل. لي ريتويل هما العادات والتقاليد. الراوي اللي هو سيدي محمد كيوصف دار شوافا، المنزل ديال العرافة، وأهم الطقوس اللي كتقوم بها في داك المنزل بحال العادة ديال البخور، داكشي اللي كيأثر على سيدي محمد. لو تخوازيام ايفينمون اللي كاين في هاد لو شابيتر سي لا بريزونطاسيون دي لوكاتير دو دار شوافا. الحدث الثالث اللي كاين في هاد لو بروميير شابيتر هو ان الراوي او سيدي محمد كيقدم لنا الشخصيات اللي كتسكن في دار شوافا، الشخصيات اللي كيكتاريو لي لوكاتير، سيتادي هادوك الناس اللي كيكتاريو دار شوافا. من بعد عندنا لا ديسكريبسيون دو بان مور. الراوي كيوصف لنا الحمام البلدي، لو بان مور هو الحمام البلدي الذي يعتبره كجهنم، إلي كوم ان انفير، جهنم هي لونفير، حيث يرى فيه المحرمات. في داك الحمام دايرين به النساء وكيشم فيه رائحة الإثم والمعصية والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأشياء المحرمة اللي كتوقع في داك الحمام. لو ديغني ايفينمون ديال هاد لو بروميي شابيتر سي لا ديسبوت، يعني الخصام اونتخ لالا زبيده اي رحمه، لو جور دو لا ليسيف، الشجار والخصام اللي كان بين لالا زبيده الى الرحمه في يوم تصبين. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وعقلتوا على اهم الاحداث اللي كاينين في هاد لو شابيتر.